الحمد لله نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: فإن الفرقة الناجية أهل السنة والجماعة يؤمنون بذلك كما يؤمنون بما أخبر الله به في كتابه من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل، بل هم الوسط في فرق الأمة كما أن الأمة هي الوسط في الأمم. ومر معنا وسطية أمة الإسلام بين الأمم، بين الغالي والجافي من الأمم السابقة من اليهود والنصارى، وأطلنا الحديث في هذه النقطة تمهيداً وتوطئةً لما ذكره المصنف هنا واعتنى به من ذكر وسطية أهل السنة بين الفرق، ولأن الشارح أيضاً لم يعتني بهذه المسألة أو لم يعني يذكر فيها شيئاً، فأخذنا جملة من كلام أهل العلم فيما يتعلق بوسطية أمة الإسلام بين الأمم. إلى أن قال شيخ الإسلام رحمه الله: فهم وسط في باب صفات الله سبحانه وتعالى بين أهل التعطيل الجهمية وأهل التمثيل المشبهة. كنا قد وقفنا هنا، أليس كذلك؟ صح ولا لا؟ ولا مش فارق كله زي بعضه؟ ها؟ طيب، يقول شيخ الإسلام: فهم وسط في باب صفات الله سبحانه وتعالى بين أهل التعطيل الجهمية وأهل التمثيل المشبهة. ذكر المصنف شيخ الإسلام رحمه الله أصولا خمسة كان أهل السنة والجماعة فيها وسطا بين فرق الأمة، وابتدأ هذه الأصول بالأصل الأول وهو باب صفات الله سبحانه وتعالى، فقال رحمه الله: فهم وسط في باب صفات الله سبحانه وتعالى بين أهل التعطيل الجهمية وأهل التمثيل المشبه. وكما يقول الشاعر في الحكمة التي يعني صار بها الركبان: ولا تغل في شيء من الأمر واقتصد، كلا طرفي قصد الأمور ذميم. هذه الجملة صارت يعني تحكى وتضرب على سبيل أو تقال على سبيل الحكمة: كلا طرفي قصد الأمور ذميم. فأهل السنة والجماعة وسط، وسط بين هذه الفرق التي انحرفت عن منهج الوسطية الذي أراده الله سبحانه وتعالى لعباده ودل عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأهل السنة والجماعة وسط في باب صفات الله سبحانه وتعالى بين أهل التعطيل الجهمية وأهل التمثيل المشبهة، بين الغالي والجافي، بين الغلو والجفاء، بين هؤلاء الذين نفوا حقائق أسماء الله وصفاته وعطلوه منها من الجهمية والمعتزلة والأشاعرة وأشباههم، وبين الفريق الثاني الممثلة المشبهة الذين شبهوا صفات الله سبحانه وتعالى بصفات بخلقه، شبهوا الله بخلقه وشبهوا الخالق بالمخلوق وشبهوا المخلوق بالخالق كما سيأتي معنا تفصيله إن شاء الله سبحانه وتعالى. فكما قلنا أن المعطلة الجهمية، وقوله هنا المعطلة الجهمية هو أراد إطلاق المسمى، أراد إطلاق المسمى، وأن كل معطل يوصف بأنه جهمي لأن أول من ابتدع هذه البدعة هم الجهمية الذين ينسبون إلى الجهم ابن صفوان. فأهل التعطيل ينقسمون إلى قسمين، اكتب أهل التعطيل ينقسمون إلى قسمين: أهل التعطيل الكلي، أهل التعطيل الكلي، وهؤلاء هم الجهمية الذين نفوا عن الله سبحانه وتعالى الأسماء والصفات. ربما بعض المعلومات بالنسبة لكم تكون يعني على سبيل إعادة الصياغة، مثلا أنت عارف أن الجهمية ينفون الإيه؟ الأسماء والصفات، وعارف أن المعتزلة ها ينفون الإيه؟ الصفات ويثبتون
طب انا ما قلتش على الاشاعره، ما تصبر بس واحده واحده. طيب والاشاعره قول بقى. ها نفود اسماء، اثبتوا الاسماء وسبع صفات، وقالوا ان هذه الصفات اثبتوا الاسماء وسبع صفات فقط، وقالوا هذه الصفات دل عليها العقل. طيب الصفات السبع ما هي؟ واحد بس اللي يكلم، واحد بس. ايش معنى انت ها؟ واحد بس. قول لما تتنحنح هتيجي معك. ايوه علم القدره. لا مش عمرك ما طب قول، حاول كده، لازم تحفظها. علم الحياه سيبه عشان ما يقولش هو اللي غلطني. ها علم الحياه ليه؟ بالعكس ده هو ده اللي هيثبته عنده. علم الحياه والبصر والإدراك. دول كده سبعه؟ البصر، السمع، القدر، الحياه، الاراده. نسي واحدة بس، استنى بس استنى، ما تصبر يا أخوانا، ها لأنك حتى مش عارف ترتبهم وانت بتقولهم. انت لما تيجي حتى تحفظهم بدون بيت شعر لازم ترتبهم، يعني ما تقول السمع والبصر والكلام، صح كده؟ لما تيجي ترتب تقول كده انت نسيت الكلام في النص، هي دي بس اللي وقعت، دي السبعة. مين اللي يقول بيت الشعر بقى؟ قول. سمع سمع إرادة وعلم واقتدر. أحسن، له الحياة والكلام والبصر، سمع إرادة وعلم واقتدر. طيب الـ الـ الأشاعرة أثبتوا السبع صفات هذه وقالوا أنها صفات عقلية. الماتريدية أثبتوا كم صفة؟ ثمانية. زادوا على السبع دول صفة كمان، إيه هي؟ صفة التكوين، صفات التكوين. الماتريدية أثبتوا صفة التكوين زيادة على السبعة، يبقى عندهم ثمان صفات. طيب يبقى أهل التعطيل الكلي اللي هم مين؟ الجهمية. نفوا الأسماء والإيه؟ والصفات، ولذلك نسب الباقي بقية الفرق إليهم. لذلك الشيخ الإسلام يقول بين أهل التعطيل الجهمية. الجهمية لقب على كل الفرق، لكن سمي أهل التعطيل جهمية لأن الجهمية هم أكثر فرقة غلط في التعطيل، وهم أول من ابتدع هذه البدعة. واضح كده؟ خلاص، يبقى أهل التعطيل الكلي الذين هم الجهمية الذين نفوا عن الله سبحانه وتعالى الأسماء والصفات وأثبتوا له الوجود المطلق، أثبتوا لله عز وجل الوجود المطلق. وأهل التعطيل الجزئي، يعني لما نقول أهل التعطيل انقسمون إلى قسمين، ما هم؟ تقول أهل التعطيل الكلي وهم الجهمية، كأن الجهمية في 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 جانب وبقية الفرق في جانب آخر، اللي هم أهل التعطيل الجزئي اللي هم المعتزلة والأشاعرة والإيه والماتريدية. خلاص كده واضح. أهل التعطيل الجزئي هم المعتزلة والأشاعرة والماتريدية. تقول بقى زي ما قلنا كده بالظبط، المعتزلة يثبتون الأسماء أو يبدأ بالنفي، لو تقول ينفون الصفات ويثبتون الإيه الأسماء، ماشي؟ المعتزلة ينفون الصفات ويثبتون الأسماء، الأشاعرة ينفون الصفات ويثبتون منها سبع فقط، سبع صفات فقط، وهي الصفات التي ذكرناها، له الحياة والكلام والبصر، سمع إرادة وعلم واقتدر، ويثبتون الإيه؟ يثبتون الأسماء. الماتريدية مثل الأشاعرة ولكن زادوا صفة ثامنة وهي صفة التكوين. مش كل حاجة ما تطلبش فهم كل حاجة، أحيانا بعض الأشياء بتبقى صعبة شوية، بعد كده في التدرج لما تتدرج قد يرد علينا بعض الأشياء الليلة إن شاء الله في الدرس هتفهمها فهم جزئي، بعد كده يعني تتضح عندك الصورة أكثر لما تتدرج في طلب العلم. طيب
طبعا الآفة عند هؤلاء وأولئك سواء أهل التعطيل الكلي أو أهل التعطيل الجزئي أنهم إيه؟ ليه أحسنت؟ أنهم يشبهون، وقعوا في التشبيه أولا، شبهوا صفات الله سبحانه وتعالى بصفات خلقه، فقالوا هذه الصفات وجعلوا يصورون ويكيفون هذه الصفات بما يعرفونه من صفات البشر، فأرادوا نفي هذا عن الله سبحانه وتعالى بعد وقوع في التشبيه، فخرجوا من التشبيه إلى التعطيل. طيب التشبيه أيضا ينقسم إلى قسمين، التشبيه ينقسم إلى قسمين، تشبيه الخالق بالمخلوق، تشبيه الخالق بالمخلوق، كما قالوا لله يد كأيدينا ونحو ذلك، الثاني تشبيه المخلوق بالخالق، تشبيه المخلوق بالخالق كما شبهوا الأصنام والأوثان بالله سبحانه وتعالى. طيب احنا قلنا أهل التعطيل الجهمية، تمام، أهل التعطيل الجهمية نسبة إلى كلهم ينسبون إلى الجهمية لأنهم هم الذين يعني ابتدعوا هذه البدعة. الممثلة أهل التمثيل أشهر فرقة فيهم هم الكرمية، وأيضا الهشامية أتباع هشام الجواليقي، هؤلاء يشبهون الله عز وجل بخلقه، ويقولون إن هذه الصفات الواردة في كتاب الله وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم هي كصفات المخلوقين، يشبهون صفات الله سبحانه وتعالى بصفات خلقه. طيب شيخ الإسلام ابن تيمية يقول وأهل التمثيل المشبهة، أهل التمثيل المشبهة، طبعا شيخ الإسلام وغيره من أهل السنة يؤكدون على مسألة الالتزام لفظ التمثيل، التزام لفظ التمثيل أولى من التشبيه، لأن التمثيل هو الذي ورد في كتاب الله سبحانه وتعالى، الله عز وجل يقول ليس إيه كمثله شيء، فالله سبحانه وتعالى ينفي التمثيل، لأن التمثيل مشابهة المثل لمثيله من كل وجه، وهذا لون من ألوان التشبيه أو نوع من أنواع التشبيه، هناك تشبيه مطلق، هناك تشبيه مطلق، هناك تشبيه مطلق، تشابه في كل شيء، وهذا أهل السنة ينفونه عن الله سبحانه وتعالى، ولكن أهل السنة يثبتون مطلق التشبيه، مطلق التشبيه. يعني إيه مطلق التشبيه؟ لو تفتكرون تتذكرون قبل ذلك لما قلنا أن المعنى مفهوم، يعني مثلا نقول السمع إدراك المسموعات، إدراك المسموعات متفاوت، صح ولا لا؟ تذكرون لما تكلمنا في بعض مثل في بعض هذه الأشياء وقلنا أن إدراك المسموعات يتفاوت، الله عز وجل لما قال ليس كمثله شيء وهو السميع البصير ضرب المثل بالإيه؟ قال بعد ذلك وهو أثبت لنفسه في الآخر ليس كمثله شيء، هذا نفي، قال في آخر الآية وهو السميع البصير، هذا إثبات، إثبات صفة السمع والبصر لله سبحانه وتعالى. ولما كانت المخلوقات تشترك في هذه الصفة، إن خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا، لكن ليس السمع كالسمع ولا البصر كالبصر، ويفهم هذا من أول الآية ليس كمثله شيء، فإذا المماثلة منفية، لكن التشبيه في 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 في, 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 في لما قلنا أن السمع إدراك المسموعات والبصر إدراك المبصرات، فهذا معنى الإيه؟ معنى السمع، معنى السمع هذا في حق الله سبحانه وتعالى وفي حق المخلوقات، المعنى واحد، مفهوم؟ مفهوم؟ المعنى واحد، لكن هذا في الذهن، لكن في الخارج بيختلف، بالإضافة يختلف. لما تقول أنت وتقارن بين المخلوقات تقول سمع النملة وسمع الصقر، بصر الصقر مثلا وبصر البعوضة مثلا، في فارق، مش كده ولا لا؟ يبقى البصر عند كل المخلوقات دي كلها هو إدراك الإيه؟ المبصرات، إدراك المبصرات، لكن بالإضافة بيختلف. فأنت تقول مثلا بصر الخفاش ليس كبصر مثلا الصقر، صح ولا لا؟
صحيح؟ سمع مثلا العصفور اشتراك في المعنى، اشتراك في المعنى الإجمالي، اشتراك في جزء من الـ من الـ من الـ من الـ من, الـ من, الـ من الشيء. واضح كده؟ مفهومة ولا مش مفهومة؟ طيب، يبقى إذن أهل السنة والجماعة ينفون التشبيه المطلق اللي هو التشبيه من كل وجه، ويثبتون مطلق التشبيه، ويتجنبون لفظة التشبيه عموما، يتجنبونها، يقولون بما ورد به الكتاب، كتاب الله سبحانه وتعالى. طيب، يكفينا مما ذكره الشيخ الهراس رحمه الله قوله بعد الشعر الذي عندك، لا أدري واضح ولا، وإنما سمي أهل التعطيل جهمية نسبة إلى الجهم بن صفوان التلمذي رأس الفتنة والضلال، وقد توسع في هذا اللفظ حتى أصبح يطلق على كل من نفى شيئا من الأسماء والصفات. هذه الجملة هي المهمة فيه، فهو شامل لجميع فرق النفاة من فلاسفة ومعتزلة وأشعرية وقرامطة باطنية. خلاص؟ من هم القرامطة الباطنية؟ هتقول لي عايز أعرف بقى. ارجع إلى كتب الفرق والمذاهب ويكفيك في هذا، إذا كنت يعني بعض الأشياء ربما تتوسع في دراستها لاحقا بعد دراسة أكثر من كتاب في كتب الاعتقاد، وخاصة كتب الأسماء والصفات. يقول الشيخ الهراس: فأهل السنة والجماعة وسط بين هؤلاء، إلى أن قال: وقد رد الله على الطائفتين بقوله ليس كمثله شيء، فهذا يرد على المشبهة، وقوله وهو السميع البصير يرد على المعطلة. وأما أهل الحق فهم الذين يثبتون الصفات، علم على هذه مهمة جدا، وأما أهل الحق فهم الذين يثبتون الصفات لله تعالى إثباتا بلا تمثيل، وينزهونه عن مشابهة المخلوقات تنزيها بلا تعطيل. هذه من قواعد أهل السنة والجماعة في باب الأسماء والصفات، ومما تميز به أهل السنة والجماعة عن غيرهم من الفرق. يثبتون الصفات إثباتا بلا تمثيل، يعني يثبتون ما أثبته الله عز وجل لنفسه وأثبته له رسوله بدون أن يمثلوا، بدون تمثيل لهذه الصفات. وينزهونه، يعني ينفون عنه، تنزيه هو النفي، نفي ما نفاه الله عز وجل عن نفيه عن نفسه ونفاه عنه رسوله صلى الله عليه وسلم. وينزهونه عن مشابهة المخلوقات تنزيها بلا تعطيل، تنزيها بلا تعطيل، يعني ينزهونه عن الصمم، عن الظلم، عن النوم، عما نزه الله عز وجل نفسه عنه. ولا يتعدون الكتاب والسنة فيعطلون، لأنه لو تعدى ما ورد في الكتاب والسنة سينزه الله عز وجل عن صفة الله عز وجل أثبتها لنفسه فيكون تعطيلا. مفهوم ولا مش مفهوم؟ واضح؟ ينزهون الله سبحانه وتعالى تنزيها بلا تعطيل. طيب، إذن هذا هو الأصل الأول الذي فارق أهل السنة والجماعة فيه المبتدعة على اختلاف طوائفهم وفرقه. الثاني مما ذكره شيخ الإسلام رحمه الله من أصول أهل السنة والجماعة، أو ما تتمثل فيه وسطية أهل السنة والجماعة بين الفرق، يقول شيخ الإسلام: وهم وسط في باب أفعال الله بين الجبرية، بين الجبرية والقدرية. وهم وسط في باب أفعال الله بين الجبرية والقدرية. طيب، الجبرية أيضا قسمان، اكتب الجبرية قسمان. الأول جبرية الظاهر والباطن، جبرية الظاهر والباطن، وهم الجهمية والجبرية وغلاة الصوفية. الفريق الأول هذا يسمونه الجبرية الغلاة، الفريق الأول هذا يسمونه الجبرية الغلاة، الذين يقولون بالجبر في الظاهر والباطن. يقولون إن الإنسان في أفعاله كالريشة في مهب الريح، ليس له اختيار. ويقولون أفعال الإنسان كحركة الأمعاء، ليس للإنسان دخل فيها، لا يستطيع الإنسان أن يسرع من حركة الأمعاء ولا أن يوقف هذه الحركة، ولا يقولون هو كالريشة في مهب الريح مفعول به، ليس له أي شيء من أمر نفسه. هؤلاء يقولون بالجبر في الظاهر والباطن،
جبرية الظاهر والباطن، وهؤلاء هم غلاة الجبرية. أصل قول الجبرية أيضا مأخوذ عن الجهم بن صفوان، هو إمام الجبرية. الجهم بن صفوان هو إمام هذه الفرقة، هو الذي كان يقول بالجبر في الظاهر والباطن. الأشاعرة توسطوا في هذه المسألة بعض الشيء، ولذلك يسمونهم الجبرية المتوسطة. الأولى، الفرقة الأولى الجبرية الغلاة، والفرقة الثانية المتوسطة، وهم الأشاعرة. الأشاعرة يقولون بالجبر في الباطن وليس في الظاهر. طيب ماذا يقولون في هذا؟ يقولون الإنسان فاعل، يعني أفعال العباد كسب لهم في الظاهر، ولكن في الباطن الفاعل الحقيقي هو الله سبحانه وتعالى. طيب زي إيه كده؟ يقولون كالإنسان حينما يمسك السكين يقطع بها، يقولون إن الإنسان في الحقيقة هذا الإنسان هو الفاعل، هو يفعل، أو الإنسان في يعني إن الأفعال العباد كسب لهؤلاء العباد، لكن الفاعل في الحقيقة لهذه هو الله سبحانه وتعالى. يقولون السكين هذه آلة تقطع لوحدها؟ لا، لابد أن الإنسان هو اللي إيه؟ يمسك السكين ويقطع به السكين، فالفاعل الحقيقي هو الإنسان، واللي بيقطع هو السكين، القطع للسكين، والفاعل في الحقيقة هو مين؟ فكأن الإنسان هو بيمثل الباطن عندهم، والظاهر إن القطع للسكين. واضح المثل؟ يعني شيء في الصورة. طب أنا بعيد أهو. يقولون إن الإنسان في الظاهر هو اللي بيفعل الأفعال هذه، الكسب ما يكسبه الإنسان في الظاهر هو الذي يفعل، وفي الباطن الله عز وجل هو الذي جبره على هذا. الفعل الحقيقي هو الله سبحانه وتعالى، ولذلك هم يقولون بالجبر في الباطن وليس في الظاهر. في الباطن والظاهر هذا قول الايه؟ الجهمية. اما الأشاعرة فيقولون ان الانسان يكسب، ولذلك اخترعوا لفظة الايه؟ الكسب، وجعلوا يفسرونه يعني الأشاعرة في تفسير لفظ الكسب هذا اللي اخترعه ابو الحسن الأشعري على مذاهب 12 مذهبا تقريبا، وفكرة حول الايه؟ حول مسألة الكسب التي قال بها أبو الحسن الأشعري. فاختلفوا في تفسير الكسب هذا، يعني ايه مجبور في يعني ايه في الظاهر وفي الباطن؟ حاجة تعب مش كده؟ في الظاهر هو قالوا مثل ما هو الفلسفة كلها كده للأسف. نعم عندهم صحيح. فإذا يكفيك من هذا أن تعرف أن الجبرية قسمان. القسم الأول الجبرية الغلاة الذين يقولون أن الإنسان مجبور في الظاهر والباطن، وهؤلاء هم الجهمية والجبرية وغلاة الصوفية. والفريق الثاني الذين توسطوا الجبرية المتوسطة، وهم الأشاعرة الذين يقولون أن الإنسان في الظاهر هو الذي يكسب ويعمل، وفي الباطن هو مجبور. فيقولون يعني الثاني جبرية الباطن لا الظاهر. الفريق الأول جبرية الباطن والظاهر، خلاص كده بس يكفيك أن تعرف الفريقين. طبعا بعد ذلك ربما في الطحاوية إن شاء الله لو تدرجتم في الدراسة إن شاء الله تدرسون هذا بشيء من التوسع والتسلسل، وتعيشوا بقى في الإيه. طيب القدرية أيضا قسمان. قسم في الآخر المسألة واحدة، في الآخر القدرية أيضا قسمان. قدرية الغلاة، القدرية الغلاة
القدرية الغلاة هؤلاء ربما لم تبقى هذه الفرقة الذين تذكرون حديث جبريل الذين يقولون إنه ظهر قبلنا أناس يتقفرون العلم يقولون إن الأمر أنف. تعرفون الحديث؟ حديث جبريل في حديث الإيمان والإسلام والإحسان، يقولون إن الأمر أنف. يعني إيه أنف؟ مستأنف. أحسنتم، يعني أن الله سبحانه وتعالى لا يعلم الشيء إلا بعد حدوثه. هؤلاء هم الغلاة، هؤلاء هم الغلاة نفات العلم. الفرقة هذه هم الغلاة نفات العلم الذين قالوا إن الأمر أنف. وهؤلاء الذين قال فيهم السلف ناظروا القدرية بالعلم، هذه من مشاهير أقوال السلف، ناظروا القدرية بالعلم، ناظروا القدرية بالعلم، فإن أقروا به خصموا. خلاص، إذا قالوا أن ربنا سبحانه وتعالى يعلم بالأشياء قبل وقوعها خصموا، وإن أنكروه كفروا. ناظروا القدرية بالعلم، فإن أقروا به خصموا، وإن أنكروه كفروا. أنكروا الإيه؟ العلم. واضح؟ القسم الثاني القدرية أيضا يقولون المتوسطة أو الذين هم أقل يعني من الغلاة، أنزل درجة من هؤلاء، وهم المعتزلة الذين يقولون إن العبد يخلق فعل نفسه، يقولون إن العبد يخلق فعل نفسه، لا يقولون كما قال الله عز وجل والله خلقكم وما تعملون. الله عز وجل يقول والله خلقكم وما تعملون، هؤلاء ينفون هذه، لا يقولون بهذه الآية، معاذ الله، يقولون إن العبد هو الذي يخلق فعل نفسه. سنأتي إلى هذه المسألة، هذه خلق أفعال العباد، فيما ذكره الشارح الشيخ الهراس عندك، يعني نذكر فيها يعني جملة مما يوضح معنى خلق أفعال العباد، وإن شاء الله أيضا تدرسونها بشيء من التوسع بعد ذلك. ربما في بعض المسائل مثل هذه نعطيك مفاتيح فقط، حتى لا، لأن احنا لو استطردنا في كل المسائل سيشق ذلك يعني عليكم. طيب، يبقى عرفنا أن الجبرية قسمان، قسم غلاة وهم جبرية الباطن والظاهر، وقسم أقل أو متوسطة وهم جبرية الباطن دون الظاهر، والقدرية أيضا قسمين، غلاة وهم الذين يقولون إن الأمر أنف، ينفون العلم، علم الله سبحانه وتعالى السابق، ينفون علم الله سبحانه وتعالى السابق، والقدرية الأقل من هؤلاء المتوسطة الذين يقولون إن العبد هو الذي يخلق فعل نفسه. خلاص، تعالوا نقرأ كلام الشيخ الهراس. يقول الشيخ الهراس رحمه الله نقلا عن العلامة محمد ابن مانع في تعليقه على الواسطية، يقول اعلم أن الناس اختلفوا في أفعال العباد، هل هي مقدورة للرب أم لا؟ فقال جهم وأتباعه وهم الجبرية، إن ذلك الفعل مقدور للرب لا للعبد. وكذلك قال الأشعري وأتباعه إن المؤثر في المقدور قدرة الرب دون قدرة العبد. وقال جمهور المعتزلة وهم القدرية أي نفات القدر إن الرب لا يقدر على عين مقدور العبد، واختلف هل يقدر على مثل مقدوره، فأثبته البصريون ونفاه البغداديون. خلاص؟ مش خلاص. طيب خلاص، يكفيك من هذا، خلاص ما عليك من عين المقدور ومثل المقدور، خلاص مش مهمة دي، المهم انت فهمت الأقوال عموما على وجه الإجمال، أقوال الجبرية الغلاة المتوسطة. طيب، لو تأملتم في هذا، يعني لو وجدتم ان احنا قلنا ان الجبرية جبرية الباطن والظاهر اللي هم الايه الجهمية، خلاص سقط هذا الكلام على ما ذكره الشيخ هنا ابن مانع الذي نقل عنه الشيخ الهراس، فقال جهم واتباعهم الجبرية ان ذلك الفعل مقدور للرب لا للعبد. اذا العبد، بس
ليس له دخل. خلاص، هذا قول الايه الجهميه اللي هم الجبريه الايه الباطن والظاهر، الذين يقولون ان الانسان كالريشه في مهب الريح وكذا 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 مما قالوا. فجهم واتباعهم الجبريه يقولون ان ذلك الفعل مقدور للرب لا للعبد. يقول: وكذلك قال الاشعري واتباعه ان المؤثر في المقدور قدره الرب دون قدره العبد. قدرة المؤثر في المقدور، المؤثر كما ضربنا المثل به السكين وقلنا انه في جبر في الباطن وجبر في في في, في الظاهر، قالوا الأشاعرة قالوا ان قالوا بالجبر في الباطن دون الظاهر، قالوا ان الانسان يفعل. طب والمؤثر الحقيقي هو من؟ الله سبحانه وتعالى. هذا معنى قول الأشاعري. وقال جمهور المعتزلة هم القدرية. خلاص خلصنا من الطائفتين اللي هم الايه الجبرية، هيتكلم بقى عن القدرية. فتكلم عن المعتزلة وقال جمهور المعتزلة وهم القدرية. يبقى أنت لو في الهامش تكتب فوق على الفقرتين دول أو السطرين دول الجبرية أو أقوال الجبرية أو فرق الجبرية أو طوائف الجبرية، والتاني القدرية نفاة القدر، إن الرب لا يقدر على عين مقدور العبد، واختلفوا هل يقدر على مثل مقدوره. فأثبته البصريون كأبي علي وأبي هاشم، ونفاه الكعبي وأتباعه البغداديون. فاختلف القدرية في فعل العبد. هي المسألة مبنية باختصار على مسألة أفعال العباد، هل هي خاصة بهم؟ هل هم الذين يفعلون هذه الأفعال التي يعني يفعلونها من خير أو شر، وهذا خارج عن إرادة الله سبحانه وتعالى، خارج عما قدره الله عز وجل في الكون، ولا لا؟ هذه المسألة التي يدور حولها الخلاف عندهم. أهل السنة والجماعة يقولون إن الله عز وجل قال في كتابه: والله خلقكم وما تعملون. فالله عز وجل خلق العامل وعمله. طيب، خلق العامل وعمله يعني أنت مجبور؟ يعني الله عز وجل خلقك وخلق عملك، يعني أنت مجبور على هذا لأن الله عز وجل هو الذي خلق عملك؟ لا، أهل السنة لا يقولون هذا. أهل السنة يقولون: والله خلقكم وما تعملون، يعني أن الله عز وجل هو الذي خلق الإنسان وخلق معه القدرة والإرادة التي بهما يكسب العبد العمل أو يعمل العبد العمل. تاني، باختصار بسيط، الإنسان أنا أريد أن أرفع هذا الكوب. خلاص ركز معايا بس دقيقة واحدة نفهم دي، وبعدين بعد كده أنا أريد أن أرفع هذا الكوب. طيب، أنا لو ماليش إرادة أرفع الكوب ده مش هرفعه، يعني أنا حسب إرادتي ممكن أريد أن أرفع هذا الكوب أو لا أرفعه. خلاص لا أنظر إليه، أنا بقرأ دلوقتي، خلاص ماليش دعوة بالكوب ده، صح ولا لا؟ خلاص، هذه إرادة. طيب، أنا عندي إرادة لكن ما عنديش قدرة. الكوب ده مثلا إذا كان ضربنا المثل بالكوب، الكوب ثقيل جدا مش عارف أشيله، أو ليس عندي قدرة، لو ضربنا مثل بشيء تاني الحائط هذا، لا أستطيع أن يعني أهدم هذا الحائط بيدي، عندي إرادة نفسي أهده لكن مش عارف، عاجز لا أستطيع، صح؟ طب لو عندي القدرة والإرادة الاثنين أهو، شلته ولا مشلتوش؟ لأن عندي عندي إرادة إن أنا أشيله وعندي قدرة على حمله، صح ولا لا؟ مين اللي خلق فيا القدرة والإرادة دي؟ الله سبحانه وتعالى. يبقى الله عز وجل هو الذي خلق هذا العمل فيا، هذا العمل الذي أنا عملته. الله عز وجل هو الذي خلق لك القدرة والإرادة، وخلقك وخلق إيه؟ وخلق لك هذه الإمكانات التي بها تعمل. خلق لك اليد، خلق لك الرجل، باليد تمسك وتحرك وكذا وكذا، وخلق لك الرجل التي بها تمشي، صح ولا لا؟ أهل السنة والجماعة يقولون إن الله سبحانه وتعالى خلق في الإنسان القدرة والإرادة التي بها يعمل العمل. ومن هنا كان فهم قول الله سبحانه وتعالى: والله خلقكم وما تعملون. الفرق المبتدعة وقعوا في هذا الإشكال، كما قال المعتزلة ما قالوه في هذا، وقالوا إن العبد هو الذي يخلق فعل نفسه، فجعلوا خالقا آخر
مع الله سبحانه وتعالى. لذلك قال أهل السنة عنهم هم مجوس هذه الأمة الذين يقولون هناك إلهين، إله للخير وإله للشر. انتهينا من فهم خلق أفعال العباد وقول المعتزلة في هذه المسألة، ويقولون إن العبد هو الذي يخلق فعل نفسه، يقولون إن العباد هم الذين يخلقون يعني أفعالهم. الشيخ الهرس عندك يقول: وقال أهل الحق أفعال العباد بها صاروا مطيعين وعصاه. مهمة هذه، يقول أفعال العباد بها صاروا مطيعين وعصاه، وهي مخلوقة لله تعالى، والحق سبحانه منفرد بخلق المخلوقات لا خالق لها سواه. فالجبرية غلوا في إثبات القدر فنفوا فعل العبد أصلا، الجبرية غلوا في إثبات القدر فنفوا فعل العبد أصلا، قالوا إن القدر سابق وإن القدر واقع على العباد، فنفوا فعل العبد أصلا ونفوا يعني قدرة العبد وإرادة العبد. والمعتزلة نفات القدر جعلوا العباد خالقين مع الله، المعتزلة نفات القدر جعلوا العباد خالقين مع الله، ولهذا كانوا مجوس هذه الأمة. علماء أهل السنة والجماعة يقولون على المعتزلة، يطلقون عليهم هذا اللفظ، يقولون مجوس هذه الأمة. فسبب هذه التسمية أنهم قالوا إن العبد هو الذي يخلق فعل نفسه، فبذلك جعلوا إلهين كما جعلت المجوس إلهين، إله للظلمة وإله للنور. وهذا الله المؤمنين أهل السنة لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه، والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. فقالوا العباد فاعلون، والله خالقهم وخالق أفعالهم، كما قال تعالى: والله خلقكم وما تعملون. وإنما نقلنا هذه العبارة، انتهى طبعا كلام الشيخ ابن مانع رحمه الله. يقول الشيخ الهرس: وإنما نقلنا هذه العبارة بنصها لأنها تلخيص جيد لمذاهب المتكلمين في القدر وأفعال العباد. طبعا ربما تتوسعون بعد ذلك في منشأ الضلال في مسألة القدر، وهو عدم التفرقة وعدم التمييز بين الإرادة الكونية القدرية والإرادة الشرعية الدينية، وأن ما أراده الله عز وجل شرعا لا يكون إلا فيما يحبه سبحانه وتعالى، وربما يقع وربما لا يقع، بخلاف الإرادة الكونية القدرية، إذا أراد الله عز وجل شيئا وقع. واضح؟ فإلى غير ذلك مما ذكرناه من التفرقة بين الإرادة الشرعية الدينية والكونية القدرية. ستدرسون هذا إن شاء الله ربما بعد ذلك بشيء من التوسع، منشأ الضلال عند هؤلاء وأولئك في مسألة القدر ومسألة خلق أفعال العباد ونحو ذلك. وسيتعرض المصنف هنا في هذه الرسالة المباركة شيخ الإسلام ابن تيمية طبعا والشرح لشيخ الهراس إلى القدر ومراتب القدر ونحو ذلك، سنأتي عليه بإذن الله بحوله وقوته. يقول: وفي باب وعيد الله بين، يقول شيخ الإسلام رحمه الله: وفي باب وعيد الله بين المرجئة والوعيدية من القدرية وغيرهم. وفي باب وعيد الله بين المرجئة والوعيدية من القدرية وغيرهم. طيب، الوعيد هو لغة التخويف والتهديد، الوعيد التخويف والتهديد. فالوعيد والإيعاد في الشر، الوعيد والإيعاد في الشر. وأما الوعد والعدة، الوعد والعدة ففي الخير، الوعد والعدة في الخير. يقول الشاعر: وإني وإن أوعدته أو وعدته، وإني وإن أوعدته أو وعدته، أوعدته أو وعدته. طبطوها كويس.
وإني وإن أوعدته أو وعدته لمخلف إعادي ومنجز موعدي. لمخلف إعادي ومنجز موعدي. الإعادة اللي هو إيه؟ في الخير ولا في الشر؟ ها؟ مين اللي صاحي معانا؟ الإعادة في الشر والوعد والعدة؟ في الخير. فهو يقول إيه؟ وإني وإن أوعدته بشر أو وعدته بخير في حالات يعني مختلفة لمخلف إعادي. مخلف الإيه؟ الشر ولا الخير؟ ما يتعلق بالشر. مخلف إعادي يعني مخلف ما أوعدته به من الإذاء أو كذا أو كذا أو كذا. ومنجز موعدي يعني لما بيجي في 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 السوء والشر والبلاء يعمل إيه؟ يتجاوز عنه. طب وفي الخير لابد أنه يفي. إذن هو يتحدث عن نفسه أنه كريم، صح ولا لا؟ يعني يوفي بالخير ويتجاوز عن الإيه؟ عن السوء. إذا يعني غضب فأوعد بسوء أو نحو ذلك لا ينفذ. ماشي كده؟ تاني؟ طيب. هذا هو معنى الوعد والوعيد. النصوص فيها وعد وفيها وعيد، سواء نصوص القرآن أو نصوص السنة. فيها وعد يكون لمن؟ للمؤمنين، للطائعين، للمتقين. وفيه وعيد للكفار والعصاة والمذنبين. نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم. الآيات كثيرة جدا في الإيه؟ في الوعد والوعيد. آيات الوعد والوعيد كثيرة جدا. الأصل أن تحمل أحاديث آيات وأحاديث الوعد على آيات وأحاديث الوعيد، يعني تحمل بمعنى أنه تفهم هذه في سياق هذه، ولا يؤخذ تؤخذ آيات وأحاديث الوعد فقط وتفهم في سياق، وتؤخذ أحاديث الوعيد فقط فتفهم في سياق آخر. هذا الذي حدث عند هذه الطوائف. بعضهم غلب آيات وأحاديث الوعد وصار يقول بها وأن الله عز وجل ينجز وعده لعباده المؤمنين وكذا وكذا وكذا، ولا يخلف الايه الميعاد سبحانه وتعالى، لا يخلف ما وعد به او يعني ما توعد به الايه الكافرين والعصاة ونحو ذلك. والفريق الاخر اخذ بالاحاديث بالعكس، اخذ باحاديث الوعيد وترك احاديث الوعد. خلاص. اهل السنة والجماعة في هذا وسط، في باب الوعد والوعيد، في باب يقول شيخ الإسلام وفي باب وعيد الله يعني ما توعد به العصا، بين المرجئة والوعيدية من القدرية وغيرها. المرجئة اسم فاعل من أرجأ. المرجئة اسم فاعل من أرجأ بمعنى أخر. ومنه قوله تعالى كما في سورة الأعراف وسورة الشعراء، قالوا أرجه وأخاه، قالوا أرجه وأخاه، وفي قراءة أرجئه وأخاه، أرجئه، وفي رواية أو في قراءة، قراءة ابن كثير وغيره، ها قرأوها كيف قرأوها؟ قراءة متواترة، قالوا أرجئه. ماشي كده؟ الآية إيه؟ قالوا أرجه وأخاه يعني أخره. طيب المرجئة، هذا معنى المرجئة أو معنى الإرجاء. فإذا الإرجاء مأخوذ من إيه؟ من التأخير. فالمرجئة ثم مرجئة لتغليبهم أدلة الرجاء على أدلة الوعيد. غلبوا آيات وأحاديث الوعد على الوعيد. يا من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، من فعل كذا وكذا فله كذا، كل الأحاديث دي. طيب ما خلاص يبقى الناس كلها دخل الجنة والمسألة إن شاء الله على الخير وكله تمام وكذا خلاص. يبقى إذن المرجئة سموا بذلك لتغليبهم أدلة الرجاء الوعد على أدلة الوعيد. وإما
يعني ممكن أيضا هذه التسمية جاءت من الإرجاء بمعنى التأخير لتأخيرهم الأعمال عن مسمى الإيمان، لتأخيرهم الأعمال عن مسمى الإيمان. الإيمان ما هو يا إخوانا؟ قول باللسان وتصديق وعمل بالجوارح والأركان. قول باللسان وتصديق بالجنان وعمل بالجوارح والأركان. طيب، يبقى إذن الإيمان قول واعتقاد وعمل، قول باللسان واعتقاد بالقلب وإيه وعمل بالجوارح. الجماعة دول قالوا إيه؟ خرجوا الأعمال من مسمى الإيمان. يبقى إذن الإيمان عندهم بيساوي إيه؟ قول واعتقاد، قول واعتقاد، أخرجوا الأعمال عن مسمى الإيمان. طيب، المرجئة هؤلاء قالوا لا يضر مع الإيمان ذنب، قالوا لا يضر مع الإيمان ذنب، لأن الذنب عمل والإيمان قول واعتقاد بس، يبقى لا يضر مع الإيمان إيه؟ مع الإيمان ذنب. يبقى اللي هيرتكب الذنب عندهم مؤمن كامل الإيمان، يبقى الناس في أصل الإيمان كلهم زي بعض. مرتكب الكبيرة نعم، لا الكافر لا، لا الكافر لا، الكافر بره. دلوقتي هم ايضا اصل هم خلي بالك هم المرجئة على طبقات ايضا ليسوا طبقة واحدة، ودايما أصل من الأصول أن ليس كل المعتزلة على درجة واحدة، بل المعتزلة في أنفسهم يختلفون، والأشاعرة في أنفسهم يختلفون. وتعلمون أن الأشاعرة مذهبهم كان الاعتزال في الأول، ثم تركوا مذهب الاعتزال. أبو الحسن الأشعري ترك الاعتزال وذهب يجلس في في المسجد وسمع من لا الحسن البصري المعتزلة هم الذين اعتزلوا مجلس الحسن البصري، يعني عمرو بن عبيد ومن معه طائفة اعتزلت مجلس الحسن البصري. لا، أبو الحسن الأشعري ترك المذهب المعتزلي وجلس في المسجد يستمع للحلقات على المذهب على مذهب ابن كلاب، وأخذ منهم من هؤلاء، وكان مذهبه لهذا قريب من هذا المذهب، إلى أن استقر به الأمر في النهاية إلى أن تاب ورجع عن كثير مما يعني كان يقول به، إلا شيئا يسيرا. طبعا العلماء يقولون يعني أنه لم يشفى من هذه الأشياء التي كان يتحدث بها ويعتقدها طيلة عمره، لكنه رجع وتاب في الجملة، والله سبحانه وتعالى يتوب على من تاب، وأمره موكول إلى الله سبحانه وتعالى. المرجئة كما نقول مرجئة على طبقات، فالجهمية مرجئة، الجهمية مرجئة وهم غلاة المرجئة، والمرجئة المتوسطة كالأشعرية متوسطون في الإرجاء، وهناك طائفة ثالثة التي يسمونها وربما أنتم تقرؤون في هذا مرجئة الفقهاء، مرجئة الفقهاء لا يخرجون الأعمال تماما من مسمى الإيمان، لا يخرجون الأعمال ولكن يقولون الأعمال لازمة، يعني لا يخرجونها بشكل بنفي مطلق، لكن يقولون إن الأعمال لازمة للإيمان، يعني الإيمان قول واعتقاد والأعمال لازمة للإيمان. على أي حال، المرجئة الذين يعني مذهب الإرجاء الذين يؤخرون الأعمال ويخرجون الأعمال من مسمى الإيمان ويقولون لا يضر مع الإيمان ذنب، هذا مذهب المرجئة عموما. بعض الطوائف المرجئة أيضا يخرجون القول، قول اللسان، ويكتفون بالتصديق فقط مثلا، يعني
فيقولون بالاعتقاد، وهؤلاء الغلاة منهم الذين هم الجهمية، يعني زعموا أن الاعتقاد يعني غايته العلم والتصديق الجازم، واكتفوا بهذا فقط، قالوا نكتفي بالإيه؟ بالتصديق الذي هو العلم. فالجهم المرجئة مراتب، الطائفة التي غلت جدا فيهم هم الجهمية، ثم بعد ذلك المتوسطة وهم الأشاعرة، ثم بعد ذلك مرجئة الفقهاء الذين ذكرنا عنهم شيئا. المرجئة الوعيدية، هؤلاء هم المرجئة. أما الوعيدية فمنهم الخوارج والمعتزلة، والمراد بقول شيخ الإسلام الوعيدية من القدرية وغيرهم يعني المعتزلة، يقصد بهذا المعتزلة، والوعيدية من القدرية وغيرهم يعني المعتزلة الذين يقولون إن فاعل الكبيرة خارج من اسم الإيمان، من مسمى الإيمان، وهو في منزلة بين منزلتين. وقوله وغيرهم يعني الوعيدية من القدرية يقصد بهم الإيه؟ المعتزلة من القدرية، وغيرهم يقصد بهم إيه؟ الخوارج على اختلاف فرقهم. هذا معنى كلام شيخ الإسلام، يعني والوعيدية من القدرية يقصد المعتزلة، وغيرهم يقصد الإيه؟ الخوارج، لأن الوعيدية هم الخوارج والمعتزلة. خلاص. أهل السنة والجماعة وسط في باب الوعد والوعيد، ويقولون إنه آيات وأحاديث الوعد تفهم في سياق آيات وأحاديث الوعيد، ولا تنفصل هذه الآيات والأحاديث أو النصوص عموما عن بعضها البعض. طيب خلاص فهمنا الوعيدية، الوعيدية الذين يغلبون نصوص الإيه؟ الوعيد. هذه المسألة أو هذا النوع الثالث من أنواع الوسطية الذي ذكره شيخ الإسلام مرتبط بالذي بعده. خلينا ناخد اللي بعده، وأنتم ستفهمون شيء من هذا مع ذاك في أثناء الشرح، وقرأوا كلام الشيخ الهراس ليس فيه إشكال، ليس فيه إشكال، لكن فقط تحتاج ان انت يعني مثلا ايه في الاول خالص الشرح يقول يعني ان اهل السنة والجماعة وسط في باب الوعيد بين المفرطين، المفرطين من المرجئة، اكتب الف خلاص كده، بين المفرطين من المرجئة الذين قالوا، وذهب يعني يذكر معنى الارجاء وكذا 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 الى ان قال واما الوعيدية فهم القائلون بأن الله يجب عليه عقلا أن يعذب العاصي كما يجب عليه أن يثيب المطيع، فمن مات على كبيرة ولم يتب منها لا يجوز عندهم أن يغفر الله له، لا يجوز عندهم، ومذهبهم باطل مخالف للكتاب والسنة، قال تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. إذن الفرقة الثانية اللي هي إيه؟ الوعيدية، يعني لو كتبت في الهامش مثلا أو كتبت على دي ألف اكتب على الثانية باء، أو أكتب المفرطون في الهامش والمفرطون في باء، أو الغالون اللي هم الوعيدية، هؤلاء مفرطون وهؤلاء مفرطون أو غالون. خلاص إلى أن قال فمذهب أهل السنة والجماعة أكتب في الهامش وسطية أهل السنة بين المرجئة والوعيدية مثلا. خلاص هكذا وأنت تذاكر تحتاج أن تكتب في الهامش كذا وعناوين وتخطط وترقم ألف وباء واحد واثنين وكذا، وضحت الصورة؟ طيب يقول شيخ الإسلام رحمه الله في باب أسماء الإيمان والدين
بين الحرورية والمعتزلة وبين المرجئة والجهمية. الحرورية والمعتزلة في جانب، وبين المرجئة والجهمية في جانب آخر. أهل السنة والجماعة وسط بين هذه الفرق الأربعة، الحرورية والمعتزلة في جانب، أهل السنة وسط، المرجئة والجهمية في جانب آخر. خلاص كده، الحرورية والمعتزلة كأن هذه فرقة يعني، الاثنين مع بعض، واضح ولا مش واضح؟ وبين المرجئة والجهمية كأنهم فرقة ثانية. خلاص. طيب، في باب أسماء الدين، أسماء الإيمان والدين بين الحرورية والمعتزلة. الأسماء المراد بها إيه؟ أسماء الإيمان وأسماء الدين. أسماء الإيمان: مؤمن، كافر، فاسق، خلاص، مسلم، مؤمن، كافر، فاسق، هذا هو المراد بالأسماء المسميات. واضح؟ هذا هو المراد بالأسماء في باب أسماء الإيمان والدين. المراد بالأسماء هذا يطلق عليه اسم إيه؟ الإنسان هذا مؤمن ولا كافر ولا فاسق ولا منافق ولا كذا، من الأسماء، من أسماء الدين، أسماء الشرعية. خلاص. طيب، الحرورية، الحرورية هم الخوارج، الحرورية نسبة إلى بلدة، بلدة على موضع ميلين من الكوفة، هي حروراء، حروراء. عندك شيء في ال... ماشي. نسبة إلى بلدة على موضع ميلين من الكوفة تسمى حروراء. هذه البلدة التي خرج منها الخوارج، خرجوا على علي رضي الله عنه حينما قبل التحكيم بينه وبين معاوية، فاجتمعوا بحروراء وكفروا الصحابة رضوان الله تبارك وتعالى عليهم، فكفروا عليا ومعاوية وسائر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، واستحلوا دماءهم وأموالهم. فسمي الخوارج حرورية نسبة إلى هذه البلدة وما حدث فيها من خروج الخوارج على علي رضي الله عنه. في الحديث المتفق عليه، حديث معاذة لما سألت أو قالت إن امرأة سألت عائشة رضي الله عنها: ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ فقالت عائشة رضي الله عنها: أحرورية أنت؟ يعني من الخوارج أنت؟ لأن هذه الفرقة كانت تقول أو تحكم أو يعني تقول بأن الحائض تقضي الصلاة كما تقضي الصوم، عندهم الحائض تقضي الصلاة. فاستشكلت عائشة وهي تستنكر عليها وعلى هذه المرأة، تقول: ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ فاستنكرت عائشة وتقول: أحرورية أنت؟ قالت: لا، ولكني أسأل، يعني لست بحرورية ولكني أسأل. فهذا استفهام إنكار من عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها. وقد ظهرت هذه الطائفة في أواخر أزمنة أو في أزمنة الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنهم كما ذكرنا. طيب، خلينا نقرأ كلام الشيخ الهراس، مفيد جدا من أوله إلى آخره، من أول الشرح إلى آخره، وسنضيف عليه أشياء برضو في غاية الأهمية توضح لك هذه المسائل. خمس دقائق. يقول الشيخ الهراس رحمه الله: المراد بالأسماء هنا أسماء الدين مثل مؤمن ومسلم وكافر إلى غير ذلك، والمراد بالأحكام أحكام أصحابها في الدنيا والآخرة. المراد بالأحكام أحكام أصحابها في الدنيا والآخرة. فالخوارج الحرورية والمعتزلة
ذهبوا إلى أنه لا يستحق اسم الإيمان إلا من صدق بجنانه وأقر بلسانه وقام بجميع الواجبات واجتنب جميع الكبائر. فمرتكب الكبيرة عندهم لا يسمى مؤمنا باتفاق بين الفريقين. مرتكب الكبيرة لا يسمى مؤمنا باتفاق بين الفريقين، ولكنهم اختلفوا هل يسمى كافرا أو لا. فالخوارج يسمونه كافرا ويستحلون دمه وماله، ولهذا كفروا عليا ومعاوية وأصحابهما واستحلوا منهم ما يستحلون من الكفار. وأما المعتزلة فقالوا إن مرتكب الكبيرة خرج من الإيمان ولم يدخل في الكفر، فهو بمنزلة بين المنزلتين، وهذا أحد الأصول التي قام عليها مذهب الاعتزال. واتفق الفريقان أيضا على أن من مات على كبيرة ولم يتب منها فهو مخلد في النار. فوقع الاتفاق بينهما في أمرين: الأول نفي الإيمان عن مرتكب الكبيرة، الثاني خلوده في النار مع الكفار. ووقع الخلاف أيضا في موضعين: أحدهما تسميته كافرا، والثاني استحلال دمه وماله، وهو الحكم الدنيوي. وأما المرجئة فقد سبق بيان مذهبهم، وهو أنه لا يضر مع الإيمان معصية، فمرتكب الكبيرة عندهم مؤمن كامل الإيمان ولا يستحق دخول النار. فهمتم؟ فهمتم؟ طيب. اشتركوا في الأخر في الاثنين دخلوا هنقول إيه اللي بيشتركوا فيه وإيه اللي بيختلفوا فيه. المسائل دي مهمة جدا لأنها مسائل متعلقة بمسائل التكفير، وهذه المسائل يعني من المسائل الشائكة التي وقعت فيها طوائف في هذا الزمان وفي غيره من الأزمنة. ولكثرة الفتن التي تحدث الآن بين المسلمين علت هذه النبرة الآن، النبرة التكفيرية ونحو ذلك، ولهذا يؤكد أهل العلم على هذه الأصول. فانتبه معي، أصل شبهة الخوارج، أنا أريد أن تكتبوا هذه المسائل، لكن أنا مش حملي، أنا هتكلم واللي يكتب يكتب واللي ما يكتبش هو حر. خلاص؟ حاضر، سأجتهد في الترسل في لكن مش على طريقة الإملاء، لأن الكلام ربما يكون يعني كثير. أصل شبهة الخوارج في تكفير أهل الذنوب والمعاصي ترجع إلى شبهتين. الأولى متعلقة بالأسماء والأحكام، وقلنا الأسماء أسماء الإيه؟ أسماء الإيمان، الإيمان والكفر، أسماء مسلم، مؤمن، كافر، فاسق، منافق، هذه الأسماء. والأحكام أحكام أصحابها في الدنيا والآخرة. الشبهة الثانية متعلقة بالجزاء والثواب. أما الشبهة الأولى، الشبهة الأولى فسأنقل لكم كلاما لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يوضح لكم خلاصة ما عليه القوم، يفهمك أصل الشبهة التي وقع فيها الخوارج والمرجئة، ثم تفرعوا بعد ذلك إلى أين تفرعوا. خلاص، المرجئة والوعيدية توافقوا في أصل الشبهة ثم اختلفوا في النتيجة في النهاية. إيه هو أصل الشبهة؟ يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وأصل نزاع هذه الفرق في الإيمان من الخوارج والمرجئة والمعتزلة والجهمية وغيرهم أنهم جعلوا الإيمان شيئا واحدا، أنهم جعلوا الإيمان شيئا واحدا، إذا زال بعضه زال جميعه، وإذا ثبت بعضه ثبت جميعه. أنهم جعلوا الإيمان شيئا واحدا، إذا زال بعضه زال جميعه، وإذا ثبت بعضه ثبت جميعه. فلم يقولوا بذهاب بعضه وبقاء بعض، فلم يقولوا بذهاب بعضه وبقاء بعض، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: يخرج من النار، يخرج من النار من كان في قلبه مثقال حبة من الإيمان. طبعا النبي هنا في هذا المثل يقلل من حجم الإيمان في
قلب ذاك العبد الذي سيخرج من النار مؤخرا. يخرج من النار معناها أنه دخل النار، ودخل النار معناها أنه أتى بسيئات غلبت الحسنات، أو مات على كبيرة لم يتب منها، فدخل النار يمحص في النار ثم يخرج منها مع أن اللي في قلبه أمن الإيمان مثقال حبة من إيمان، مثقال حبة من إيمان، في بعض الروايات مثقال حبة من خردل من إيمان. يخرج من النار من كان في قلبه مثقال شعيرة، مثقال حبة. الحديث كثيرة في هذا، والنبي صلى الله عليه وسلم يقلل في هذا، حتى إنه مقدار الصغير هذا من الإيمان. إذن الناس في الإيمان يتفاوتون. طيب، أهل السنة والجماعة يقولون الإيمان شعب، بعضها أعلى من بعض، والكفر شعب، بعضها أدنى من بعض، دركات، والإيمان درجات، مش كده أخوانا؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول الإيمان 74 شعبة، فأعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. يثني النبي صلى الله عليه وسلم ويرغب في الإيه؟ في الحياء، وهو شعبة من الإيمان. فذكر الأعلى وذكر الأدنى. إذن الإيمان إيه؟ شعب، والكفر أيضا شعب. يبقى إذن الإيمان مش كل لا يتجزأ كما يقول هؤلاء. يبقى إذن أصل شبهة الوعيدية من الخوارج والمعتزلة، وأيضا شبهة هؤلاء المرجئة، أصل الشبهة عندهم واحد، إن الإيمان كل لا يتجزأ، لا تبعض، ثم اختلفوا في النتيجة في الآخر. خلاص، الجماعة الخوارج غلبوا أحاديث الإيه؟ الوعيد، وقالوا إن اللي يرتكب ذنب ينتفي عنه، اللي يرتكب كبيرة من كبائر الإيمان ينتفي عنه مسمى الإيمان. خلاص، ليه؟ لأنه مش ممكن حنسميه إيمان والإيمان ما بتجزأش، هو إما مؤمن وإما كافر، مفيش مسمى وسط ما بين الاثنين. طب هتحطهم فين؟ قالوا هم لهو إلى الإيمان ولهو إلى الكفر. طب هو فين؟ قالوا في الدنيا في منزلة بين منزلتين، يعني متعلق كده بين السماء والأرض. فين يا أخوانا؟ كأنه في سرداب مثلا، ولا في منزلة بين منزلتين. طب وفي الآخرة؟ ده مين اللي بيقولوا كده؟ المعتزلة يقولون هو في منزلة بين منزلتين. طب الخوارج كانوا أشد من المعتزلة، قالوا لا، ارتكب كبيرة من الكبائر يبقى هيخرج من الكفر، يخرج من الإيمان يدخل في الإيه؟ في الكفر. ده قول الإيه؟ قول الخوارج. لكن المعتزلة كانوا أخف منهم، قالوا إيه؟ قالوا لا، خرج من الإيمان ما دخلش في الكفر، خرج من الإيمان ما دخلش في الكفر. طب والمرجئة؟ المرجئة خرجوا الإيمان، خرجوا الأعمال من مسمى الإيمان، فقالوا حتى لو ارتكب ذنب والإيمان كل لا يتجزأ يبقى إيه؟ باقي على إيمانه كما هو، ارتكب ذنب زيه زي اللي ما ارتكبش الذنب. خلاص، راحوا في الاتجاه الثاني خالص. لكن أصل الشبهة عند الاثنين إن الإيمان لا يتجزأ، إنه جعلوا الإيمان شيئا واحدا، إذا زال كله، إذا زال بعضه زال كله، وإذا بقي بعضه بقي، أو ثبت بعضه ثبت كله. خلاص، مفهوم كده؟ واضح؟ طيب، خلينا نتكلم، لو احنا فاهمين بقى خلينا نتكلم في التفرقة اللي ذكرها الشيخ الهراس. يبقى إذن المعتزلة الدرجة الأولى اللي هم الخوارج والمعتزلة، ودول اللي بيسمون الإيه؟ الوعيدية، لأنهم قالوا بإنفاذ الإيه؟ الوعيد، قالوا بإنفاذ الوعيد. ويقابلهم المرجئة والجهمية، ها، القائلون بإنفاذ الإيه؟ الوعد دون الإيه؟ الوعيد. قالوا أحاديث الوعد، والنبي صلى الله عليه وسلم، وربنا سبحانه وتعالى غفور رحيم، والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبي دخل الجنة وكذا وكذا. هذه الأحاديث كثيرة جدا. يبقى لما نفهم الأحاديث ديت هكذا على هذا النحو يبقى إيه؟ كأن الناس كلها دخل الجنة. هذا الإيه؟ هؤلاء هم المرجئة. طيب، يقول الشيخ الهراس فالخوارج يسمونه كافرا اللي هو مرتكب الكبيرة، ويستحلون دمه وماله، ولهذا كفروا عليا ومعاوية. لما قالوا الإيمان شيء واحد،
طب هذا الرجل الذي ارتكب كبيرة عند الخوارج خرج من الإيمان دخل في الإيه؟ في الكفر، لأن هم لا يقولون إن الإيمان إيه؟ شعب، ولا يقولون إن الإيمان يزيد وينقص، لا، عندهم الإيمان كل هكذا لا تبعض. المعتزلة خرجوه قالوا يا إما مؤمن يا إما كافر، خرجوه من دائرة الإيمان ولم يدخلوه في دائرة الإيه؟ الكفر، فجعلوه في الدنيا يعامل معاملة الإيه؟ المسلمين، وفي الآخرة خالد في النار. يبقى اتفقوا معهم في إيه؟ في الخلود في النار. واختلفوا في إيه؟ اختلفوا في مسماه في الدنيا، في المسمى الخوارج سموه كافر، المعتزلة سموه إيه؟ فاسق، قالوا فاسق، منزلة بين منزلتين عندهم تسوي فاسق، قالوا الفاسق هذا هو الذي في منزلة بين منزلتين، ليس كمفهوم الفسق عند أهل السنة والجماعة. أهل السنة والجماعة يقولون مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته أو بمعصيته، فعنده إيمان وعنده فسق، لكن الفسق مش مضاد للإيمان ولا يخرج العبد من الإيمان. مفهوم ولا مش مفهوم؟ المعاصي والكبائر، خلاص. قالوا هو مؤمن بإيمانه بدخوله في هذا الدين، فاسق بإيه؟ بكبيرته، عاص بمعصيته، لكنه مؤمن. طيب حديث السفاء نزل بتقول ان فعل الكبيرة خلوا مخلد في النار والكافر والآخر. طب حديث السفاء وان السفاء تسلم لأهل الكبائر، ايه قولون في ذلك؟ لما خلص يبقى اسأل، لو انا ما قلتهاش يبقى اسأل فيها في الآخر، وانا هنفضل لآخر السنة اقول لك استنى عليا لحد ما اخلص، ولما اخلص وما اقولهاش يبقى اقولها، والسنة الجاية كمان لو قدر الله عز وجل وشفتوني هفضل برضه اقول لك كده، استنى لما اخلص. اقرأ معي كلام الشيخ الهراس. فوقع الاتفاق بينهما في امرين: نفي الايمان عن مرتكب الكبيرة، خلوده في النار مع الكفار. اكتب الثالثة. اتفاقهما على إنكار شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم لأهل الكبائر من أمته. اتفاقهما على إنكار شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم لأهل الكبائر من أمته. هذه هي الثالثة اللي انت لو صبرت عليها كنا هنقولها، خلاص. يبقى الاتفاق بينهم حصل في ايه؟ ثلاثة امور تقريبا: في نفي الايمان عن مرتكب الكبيرة، خلوده في النار مع الكفار، اتفاقهما على انكار شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم لأهل الكبائر من امته. ووقع الخلاف ايضا في موضعين: احدهما تسميته كافرا، اكتب حط كده بين قوسين زود، تسميته كافرا عند الخوارج وفاسق عند المعتزلة، وتسميته كافرا ليس عند الاثنين، لأنه هو مش كافر عند المعتزلة. ويترتب على هذه المسألة مسألة أخرى سأمليها لكم بعد ما نقرأ المسألتين اللي ذكرهم الشيخ الهراس. الشيخ الهراس يقول الأولى تسميته كافرا اكتب عند الخوارج وفاسق عند المعتزلة، خلاص. والثاني استحلال دمه وماله وهو الحكم الدنيوي، هذا أيضا عند الخوارج. خلاص. الشيخ بيذكر، انتبهوا معايا يا أخوانا، الشيخ بيذكر الخلاف في موضعين، فأنا بفصل لك الخلاف ده إيه. تسميته كافرا عند من؟ عند الخوارج. اختلفوا في تسميته كافر، الخوارج سموه كافر، لو هتعمل سهم كده تكتب الخوارج يسمونه كافرا، المعتزلة يسمونه فاسقا. ده وجه من أوجه الخلاف اللي ذكرها الشيخ الهراس. الوجه الثاني استحلال دمه وماله، تقول الخوارج يعاملونه معاملة الكفار، يعني يستحلون دمه وماله، المعتزلة يجرون عليه أحكام المسلمين، المعتزلة يجرون عليه أحكام المسلمين. اكتب بقى الثالثة، أضف الثالثة. الثالثة أيضا مما اختلفوا فيه الحكم،
الخوارج يكفرونه، المعتزلة يجعلونه في منزلة بين منزلتين. ولاحظ أن دي تختلف عن الأولى اللي ذكرها الشيخ الهراس، لأن الشيخ الهراس بيتكلم عن التسمية، احنا بنتكلم عن الحكم. الخوارج يكفرونه، المعتزلة يجعلونه في منزلة بين منزلتين. أيضا وقع الخلاف في النقطة هذه الرابعة، اكتب الرابع، اختلافهما في نوع عذابه في الآخرة. اختلافهما في نوع عذابه في الآخرة. الخوارج يقولون يعذب عذاب الكافرين، المعتزلة يقولون يعذب عذابا دون ذلك. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. خلاص، في حاجة أملي تاني؟ الخوارج يقولون في الآخرة يعذب عذاب الكافرين، عذاب الكفار. المعتزلة يقولون يعذب دون ذلك، يعذب عذابا دون ذلك، دون عذاب الكافرين، لأنه فهم جعلوه في الدنيا في منزلة بين منزلتين. فلو قالوا هيعذب عذاب الكافرين، هم فروا من إيه؟ طب ما هو لو عذب عذاب الكافرين هو كافر، أمال أنتوا بتقولوا ليه في منزلة بين منزلتين؟ فقالوا يعذب عذابا دون ذلك. طب ما هو الأمر في، طب وهيخرج من النار؟ قالوا لا. طب ما هي هي خلاص، مسألة واحدة في الآخر. طيب، بهذا القدر نكتفي، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. مش قلت لكم عايزين حصص اضافيه؟ بس المسائل دي مهمه جدا، يعني ما يصح ان احنا نعدي على المسائل دي كده. كان نفسي والله ناخد، لكن اطلنا جدا، اخذنا ساعه لربع تقريبا او ساعه لعشر دقائق كفايه عشان حتى اخونا. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.